حفل افتتاح تاريخي بالتأكيد بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار، والشيء اللافت للنظر أنه حفل افتتاح بيعبر عن تاريخ القارة السمراء. أولاً الفولكلور الإفريقي، وانت بتتفرج كده انت مش بتتكلم بس على حفل افتتاح متعلق بس بالأفيال الإيفوارية، انت بتتكلم على 52 دولة، أو بعد يعني زيادة الدول بقت 54 دولة إفريقية في الفترة الأخيرة. أولاً الميزة في حفل الافتتاح مش بيعبر بس عن الكوت ديفوار، لا ده كان بيعبر عن كل الدول الإفريقية. ربط أفريقيا من الشمال للغرب للجنوب، ووجود عدد من المطربين في هذا الحفل، وكمان الأغاني ما كانتش باللغة الفرنسية، ده باللغة الفرنسية والإنجليزية، وكان الفنان المصري محمد رمضان موجود كمان عشان يعبر عن منطقة شمال إفريقيا والفن المصري بحديثه وبأغانيه باللغة العربية وترجمة الأغنية للغة العربية، عشان الحفل في حد ذاته يكون بيشمل كل القارة الإفريقية. الميزة كمان إن الألوانات اللي كانت موجودة في حفل الافتتاح ألوان مبهجة، ألوانات ما تحسش كده إن هي معمولة بشكل ارتجالي، لا ألوانات تحس إن هي مكملة بعضها. حتى لما تم الكشف عن كأس الأمم الإفريقية كان حواليها أدخنة بلون علم الكوت ديفوار، فحفل افتتاح مبهج مبهر جميل جدا يعبر بجد عن القارة السمراء. وأكيد كل حفل افتتاح وكل بطولة كل دولة بتحاول تقدم الفكرة في حد ذاتها. في 2019 لما مصر نظمت كأس الأمم كان الهدف من حفل الافتتاح أنه يعبر عن القارة الإفريقية بالحضارة الفرعونية والحضارة المصرية. صور قدامكم على الشاشة زي ما انتم شايفين، الألوانات جميلة جدا، الصورة نفسها مبهجة، بصوا الأدخنة دي والألعاب دي كلها بلون علم الكوت ديفوار الدولة المنظمة. شعار البطولة في حد ذاته كان موجود، رسمة القارة الإفريقية، الألوانات اللي انتم شايفينها. كمان الهدف من الحفل الافتتاح ان هو يعبر عن كل دولة في القارة الإفريقية. في دول بتعتمد على الزرع، في دول بتعتمد على الصناعة، في دول بتعتمد على الغناء والرقص، الدول الإفريقية تحديدا دول غرب إفريقيا. فالحفل إجمالا لا حفل مبهج جدا، والكل كان سعيد بهذه الصورة اللي ظهرت في حفل الافتتاح. طيب ده جانب،